يا ترى لو الزوجة اكتشفت بعد الجواز ان جوزها بيتكلم وبيطلع ادق التفاصيل، اسرار اوضه النوم والعلاقة الحميمية لأهله والناس اللي قاعدة معاه، تعمل ايه؟ ساعتها المفروض تتصرف ازاي؟ ايه الاكشن او المفروض انه نعمله معاه؟ طب هل ده ممكن يتصلح حاله؟ ده اهم سؤال خرجنا بيه من قصة نانسي النهاردة، محتاجين نفكر في اجابته ونعرف ليه بيحصل كده، مش عشان نانسي وبس، عشان كل بيت بيتفرج علينا النهاردة ممكن يكون شاف اللي نانسي شافته، أو يكون عنده زوج غير مسؤول بخيل بيحكي لأهله، أو حتى مش عايز يشوف عياله، بخلان في كل حاجة، عايز يعيش كده وهي اللي تصرف عليه. منورانا تاني يا ريهام، إيه رأيك في السؤال اللي سألته لك بقى؟ هما بقى في نسبة كبيرة ها؟ بصي، البني آدم اللي طلع بالصفات اللي احنا شفناها واللي هو قراراته في الحياة اللي هو مش عايز يصرف، مش عايز يتحمل المسؤولية، وروح انت وبنتك مش عايز اعرفكم، انت متخيلة ده التربية بتبقى عاملة ازاي؟ تربيته عاملة ازاي؟ لا وبيتكلموا في حاجات خاصة جدا. ايوه تربيته عاملة ازاي؟ تربية ستات، حبيب ماما، قلب يروح ماما، قلب امه يا روحي، كل حاجه هنا عشانك انت يا روحي، قلب امه، احنا اخواتك واحنا مامتك وانا مامتك ودول اخواتك واحنا اللي قلبنا عليك وانت سيد الرجاله وانت اللي ما حصلتش، احكي لنا ويا بختك. طمنا. لا اصله كلام بنات فعادي. لا لا فايه احنا بقى عايزين ننظر وعايزين نقول ان انا قد ايه، والله يا ماما انا على اخري، دي عملت وسوت، دي حتى عملت كذا، ده احنا لو كنا في الحته ده كائن ما يعرفش كلمة مسؤولية، وبالتالي لا يعرف يعني ايه احترام، احترام لنفسه، ما يعرفش يحترم نفسه، ما يعرفش يعني ايه رجولة، عشان مش شيل المسؤولية صعبة بقى، ومش مسؤولية اقصد العيلة، لا مسؤولية نفسي، هو اساسا مش شايل مسؤولية نفسه. والرجولة، فما هي الرجولة مسؤولية، يبقى ما فيش رجولة، ما فيش مسؤولية يعني ما فيش احترام للنفس، ما فيش رجولة، ما فيش المجدعة، ما فيش ان انا اعرف اميز ما بين الصح والغلط ولا الحرام، ولا طبيعي الحرام ان الحرام والحلال. الحاجات دي ما تطلعش لاي حد حبيبي اصلا. اصله حبيبي ما ينفعش نوجعه، ما ينفعش نأذيه حبيبي، اللي ما يتأذيش فيخاف على نفسه. لما يقول لها انت بقيتي شبه الفيل، يعني خلي بالك في ستات كتير بتتفرج علينا، لا دي ليها سبب بعد الخلفة تاني. يا حرام، لا 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 دي ليها سبب تاني. هو مش بيقول لها كده عشان هو كده، لا هم العيلة كلها، لان ده مش منه هو، ده العيلة كلها، عشان يفضلوا كسرينها وتفضل تقول الحمد لله. يعني ايه ام تقول لواحده انت من جيلي؟ هو راضي بقى. يعني ايه ام تقول لمرات ابنها انت من جيلك؟ مين يا طنط؟ اما هي اتجوزت ابنها وهو الولد عنده 12 سنه حبيبي. اه يا حبيبتي هي كانوا بيخبطوا على البيوت، هي كان عندها 30 والولد اللي اتجوزته 12 سنه.